تواصل الجمعيات الإنسانية في الداخل السوري سعيها لتقديم الدعم اللازم للأطفال ومحاولة تعويضهم عن معاناتهم في زمن سادت فيه لغة الحرب. جمعية نبع الحنان التي كانت تنشط في الغوطة الشرقية بريف دمشق قررت نقل نشاطاتها إلى مناطق تجمع المهجرين في الشمال السوري، وقامت بإنشاء مجموعة من المراكز والمساحات الصديقة للطفل. تم تأسيس مراكز بإدلب بمنطقة سلطين ودركوش معرف مصرين، مراكز نساء وأطفال، بالإضافة لافتتاح مركز عزاز هنا بمنطقة حلب، وإن شاء الله نحن هلأ عم نسعى حتى نفتتح بمناطق تانية هون بريف حلب، حتى هي الخدمة يعني تستهدف كل الأطفال والنساء حتى. وتقدم الجمعية خدمات عدة في مجال رعاية الطفل كالأنشطة الترفيهية والدعم النفسي، بالإضافة لورشة يوم مفتوح لمساعدة الأطفال في الترويح عن أنفسهم وتعلم مهارات حياتية جديدة وتقديم الدعم الغذائي واللباس للأطفال. التعليم أيضا من أولويات العمل في جمعية نبع الحنان، بتقديمها خدمة التعليم للأطفال في المراحل الابتدائية، بالإضافة إلى برنامج التعليم المسرع وتوفير دورات تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. الحمد لله افتتحنا هون روضة دعم نفسي للأطفال عمر 4 أو 5 سنوات، جهزنا المكان، جهزنا كان الحمد لله في أعداد تسجيل منيحة، حتى جهزنا المكان، جهزنا بكل شيء، بالقاعات، بكل شيء بنحتاجه، بالغرف، بوسائل حتى كرمال جلسات الدعم النفسي. كما تضم الجمعية قسما خاصا بالمرأة لتنظيم جلسات وورشات تثقيفية لأمهات الأطفال ولتمكين المرأة في المجتمع من خلال دورات مهنية وتعليمية. وتبقى قضية الأطفال من أخطر قضايا المجتمع السوري في السنوات الأخيرة، في ظل سعي العديد من الجمعيات الإنسانية لإعادة تأهيلهم ليكونوا بناة للمستقبل.